خلي الأردن يا رب كفو. خلي الأردن على المستوى اللي قدمه مكانه محجوز. الله يبارك فيك يا رب. ناشئات تتكلم أنت على تتكلم على أسلوب وفكرة حسين عموتة. ترى شفت هذا الجول، هذا الجول شارك فيه حسين عموتة يوم كان لاعب في نادي السد، مش هو اللي جاب الجول. هذا هذا عموتة، هذا حسين عموتة يوم كان يلعب في السد. ما شاء الله لعب هالطريقة. هو كبير، هو صراحة كبير حتى مع منتخب المغرب من قادة في أعتقد في بطولة العرب كان مميز بشكل كان مميز بشكل كبير، وكلتنا أشدنا به وأعطيناه حقه. هو صراحة يعني مميز في أخلاقه، راح نمنا نحن في أخلاقه، في 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 مكانته بين المجتمع إذا كان في المغرب أو حتى في الوطن العربي. وصراحة استفاد صراحة للأمانة، هو استفاد من التجربة قبل البطولة والأحداث اللي صارت قبل البطولة، بس بقى صامد وبقى إنه هو قوي شخصية. شوف النجم دائما اللي يوصل لمرحلة قوي الشخصية، لأنه دائما يعني يطيح في مطبات، يوقع في مطبات، لكن سرعان ما يقوم. هو قام وقام فريقه كله معه وسحب فريقه معه، والفريق كذلك إجا صاروا بظهره. ألف مبروك يا رب. كان لكن كان حلمي إن عموته كان يدرب عمان، وعلى فكرة ساعدنا كأس العالم. راح الحين فرصة للأردن مع هذا يوصلكم كاس العالم، لكن ناقص حاجه واحده، يعطوهم اللاعبين دعم. اذا ما اعطوهم دعم ما تفاوت الامور. كابتن انت تكلمت عن عقليه وفكر وتكتيك مدرب، في المقابل الجهه الثانيه لاعبين مطوعين لفكر المدرب. لما يوجد مدرب ذو فكر ولاعبين يقدرون يهضمون من يطبق الفكر ويستوعبون ويطبقون وبكل روح، قلت اذا هذا دليل على ايش؟ اللاعبين جيدين، اللاعبين سوبرات والانسجام. ابو جاسم انا اليوم في المباراه الامانه دا اقول للعثمان، انا قاعد اشوف المباراه، شوف حسين، هذا حسين عمود لعيب هاي سنه 2000. ما شاء الله ما شاء الله، اوف لعيب. لا صعب المراس، انت اليوم انا قاعد اشوف. شوفوا يا الاردنيين يا اخواننا في النشامه في الاردن، هذا مدربكم حسين عموته يوم كان محترف في قطر عندنا في نادي السد. زين، كان اختيار بينه وبين وليد كاس العالم، لا يمكن منت المغرب تختار بينه صح. هو وليد اللي هذا مدرب. قل خالد كان حلمي يدرب عمان، انا نظرتي اشوفه وي دحين الاردن انتم فرصتكم. والله كان منيتي انا بخبرون شنو هذا اللي تصعدوا كاس العالم، لان عندنا امكانيه لاعبين مع هذا الفكر. الاردن الان ومع العراق اذا اشتغلتوا صح انتم رايحين مع الكبار كاس العالم. لا العراق رايح، بس الاردن تعرف ينقصكم ايش لو استغلوا هذا الجيل دعموه صح. دحين هو حقق انجاز تاريخي، باقي تعرف ايش ترفع المعنويه. التكريم التكريم اليوم كرم اللاعب صح اليوم صح. شباب لو سمحت واحد واحد. شكرا لك نشأت، بس دقيقه ابو جاسم، انا اليوم قاعد دا اقول للعثمان والله العظيم مو مجاملة، قاعد أدور لي واحد خلل بالفريق ما في، والله ما في. يعني حتى التبديلات حتى اللي دخلوا مميزين صحيح. صلوات يعني صلوات يعني فتشي يرفع الرأس. أنا أقول لك عموته بعد بوكل هذا زرع شخصيته صارت على الفريق، يعني شخصية الفريق صارت شخصية عموته، هو مدرب وهو لاعب، فمن كذي قاعد تشوف اللاعبين ما يقومون بالخطة والروح اللي عندهم. خالد انا قاعد مع الاردنيين كثير، يعني سواء في المكالمه اشوف في المباراه او مثلا لما اطلع وكذا. المشكله ان هم مو بعاجبهم هذا كلامنا، ترى على فكره معظم الناس واقولها قدام عثمان مو بعاجبهم هالكلام. اسمعني، يتكلمون عن اشياء بعيده كلش عن في فكر عموته اليوم يلعب في النهائي. لو افترضنا ان كلامهم صح هم نعم. هو قاعد يوصل للنهائي. نعم. احنا في طاري حسين عموته ونادي السد، ونادي السد منزل نشأت أروح البيت. نادي السد منزل تهنئة يقول مبروك الأردن، مبروك لحسين عموته، يستحق ولدنا، والفال لنا بكرة إن شاء الله إن شاء الله، وماخذين صورة لحسين عموته هو مرفوع فوق الرأس، يستاهل ولدهم عصام الحضري، يستاهل. الحمد لله، نقول الحمد لله الحمد لله وصلك وصل الحمد لله. أنا ما شاء الله نشأت وتخلي لين بعد بكرة. أنت ما توعليش في نشأت، نشأت يأخذ يعمل اللي هو عايز يعمله حبيبي يا عشان يهون عليك الخيانة اليوم. عشان أقول لك كلمتين بعد البطولة حيكون معاي. لا خالد والله احنا كلنا سعداء طبعا، مبروك لعثمان، الله يبارك فيك، مبروك للشعب الأردني والأردن. صراحة أنا مش هتكلم فنيا، هتكلم في حاجة، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي أي منتخب عايز يوصل لهدفه لازم يبص النهارده لماتش لعيبه الاردن.
اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري حتى هم بتوع المهمات اللي يعني بتوع غرف اللبس صراحة حاجة نفتخر بها. خالد عايز أقول لك حاجة، لو أنت بتشوف النهاردة في الجون الأول والجون الثاني اللي نشأ تقال عليه هو خالد، اتفرج شوف كم لعيب على الكورة، يعني شوف كم لعيب على الكورة، كله في عنده روح، في عنده إصرار، في عنده ترابط. بص على الخطوط النهاردة في الملعب، كل اللاعبة اللي احنا كنا بنتكلم فيها امبارح، خط الدفاع، خط الهجوم، خط النص، كل اللاعبة مع بعض. شوف بص اتفرج، شوف الروح، شوف مش هقول بقى التوقع، شوف الإصرار ان هو عايز يقطع الكورة ويروح يجيب هدف. الجول الثاني نفس الشيء من نص الملعب، شوف كم واحد، أربعة على اثنين وبياخد الكرة وعنده هدف ان هو يجيب الكرة هدف، واحد في وسط كام خمس لعيبة او ست لعيبة وبيحرز هدف، في توفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى سبحانه. اللعيبة النهاردة بتعمل وبتدي درس 90 دقيقة اصرار روح ترابط في الملعب، عندهم هدف واحد، مين يجيب جول؟ لاحظ ان اي واحد فيهم يجيب جول ال11 لعيب كلهم. شكرا مع بعض. يزن عماد نجم هجوم العميد يضرب موعدا مع التألق ويقود منتخب بلاده لنهائي كاس آسيا لأول مرة في تاريخ النشامة، هذه تهنئة خاصة من نادي الأهلي عندنا في قطر اللي لعب. أروح أنا أروح البيت، لا أروح البيت. اليوم نحن مع فايزي مع كوشة بخبرك في كلمة تعمري، لا قاله ويحتك بطل لما فاز على العراق، قال حاجة أنا سمعتها حتى قلت تعالى هذا إيش من ثقة، قال نحن واصلين النهاية. صحيح هذا تحطوها خالد، هذا تقرير حلو، كيف ثقته في نفسه؟ أنا حتى رجعتني ردت فعل قلت وش الثقة اللي عنده تعمري بعد ما فاز على انتهت العراق، قال واصل النهاية في لقاء أنت سويته معه. أنا حتى استغربت لما شفته يتكلم داخلي قلت وش الثقة العمياء اللي فيه. شكرا فضل دمان. هو على كلام الرواس هو قالها خالد قبل البطوله. شكرا يا حبيبي على كذا، هذا المفروض يعيدوها قبل البطوله قالها صح كلام، قالها قبل البطوله اليوم قابله اشرف اي نعم قال قبل البطوله انا انه راح اوصل النهائي وهو في فرنسا في ناديه قاعد يتمرن، قال التمرين هذا والجهد هذا ان شاء الله اني اوصل النهائي حق كاس اسيا. ما اللعيبه مع اشرف بتفلت مع اشرف اللي طلعوا مع اشرف بتفلت بتصير تغني وبتصير ترقص وجه السعد والله وجه السعد والله وجه السعد انا قلت لك عشان كل شفته يلعب كوره. اولا الف مبروك بكره، الف مبروك للمنتخب الاردني، مباراه بطوليه بكل معنى الكلمه، الجماهير كذلك كانت في الموعد، وهدفنا الان انه العناب يكملها. عندي كل الثقه في الجمهور القطري، في الجمهور العربي الذي سيحضر إلى استاد الثمامة حتى تكتمل هذه الاحتفالية ويكون النهائي عربي خالص. حتى في تصريحات لاعبي المنتخب الأردن كلهم كانوا يكررون شيء واحد، بالتوفيق للعنابي، بالتوفيق للمنتخب القطري حتى نكون في هذا النهائي. ألف 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 مبروك للمنتخب الأردني، ألف مبروك للكابتن حسين عموتة الذي مر بلحظات وانتقادات كثيرة لكنه كان في الموعد مثل كل لاعبي المنتخب الأردني. ألف مبروك للأردن الغالي، ألف مبروك لكل أردني، ألف مبروك كابتن عثمان. شكراً. وصراحة إن شاء الله تكملوها غدا المنتخب القطري. أنا عندي فيكم الثقة الكاملة، كل الحب والتقدير وكل الثقة في أنكم ستشعلون استاد الثمامة بأفضل الأجواء حتى يكون العنابي حاضرا في النهائي كذلك. ليه؟ كابتن عثمان أقول مبروك لك والمنتخب الأردني والجهاز الفني واللاعبين اللي قدموا مباريات تاريخية، المنتخب الأردني دخل التاريخ. يعني أنا أشوف الأهداف اللي طبعا هدف الأول اللي سجل المنتخب الأردني ما مصدق بهذا الأسلوب هذا اللعب. أنا كلمت يوم أمس قلت يعني المنتخب الأردني يلعب على التحول السريع، هل المنتخب الأردني هل المنتخب الكوري حيعطيها المجال؟ شفنا من اللاعبين شفنا والإصرار والروح قتل عند المنتخب، عد لاعبي المنتخب الأردني يستحقون النهاية، لاعبين اللي أدوا مباراة كبيرة، مباراة يعني ما كانت سهلة، ما خلى المنتخب الكوري يلعب على أسلوبه على طريقته. صحيح. طبعا نقول المدرب حسين عموتة أداء يعني عمل كبير، مو هذا المنتخب اللي كنا احنا نشوفه قبل البطولة، ما أدري شنو صار اللي هذا المنتخب تغير 180 درجة اللي يوصل للنهاية. نقول على مو مبروك، شكله كاين تمويه، كل الحكي اللي قبل كاين تمويه. لا يعني كان يا عثمان 9 مباريات يعني ما بحكي لك شكله كاين تمويه، 9 مباريات يعني تمويه، 25 هدف سجل على
المنتخب حتى في البطولة الرباعية اللي صارت في الأردن يعني منتخب الأردني يعني كان عادي جدا. لا هذه فائدة المباراة التجريبية. صحيح. المدرب يلعب مباراة تجريبية شوف أخطائه جايب الأساس وين حق البطولة. فأول مباراة تجريبية اللي لعبها شاف أخطائه عرف كل شيء عرف فريقه قدامه عرف اللاعبين اللي قدامه عرف اسمعني عرف القوة اللي عنده استخدمه مني حق البطولة. عموته صراحة هو المدرب الوحيد اللي في البطولة وصل ترتيب الثالث الأردن وصل نهائي. عندي سؤال ما صار في تاريخ آسيا كل البطولة الجديدة اللي توصل الثالث توصل نهائي. هو بغى الثالث جمهور كل اللاعبين رسم طريقه. احنا لما نتكلم بدايه الواحد يرسم طريقه كان نشا يسولف فيها كان الناس يقول لا بعض الجماهير لا ترسم طريقك حق هذا المكان حق النهائي اللي وصل له. عموده شوف غير التدريب هم خطط برا الملعب صح تخطيط ماله 100% صح داخل الملعب برا الملعب وشنو رسم الطريق ماله يوم وصل النهائي. في الاثمان اجي سؤالك هل المباريات اللي لعبها المنتخب الاردني قبل هاي البطوله كان نفس التشكيله نفس المجموعه نفس اللاعبين كلهم تقريبا يزن العرب قلب الدفاع ما لعبش ولا مباراه قبل زياد العملاق بالضبط صح. يزن العرب عمل اضافه في الحاله الدفاعيه كثير كبيره زائد انه هو عنده شخصيه خرافيه في الملعب انا دربته وبعرفه منيح. يزن العرب قائد غير عادي يعني بيعطي ثقه خرافيه للفريق. لكن انا بدي احكي بشغله عن الكابتن حسين عموتة عشان الناس تكون فاهمه شو صار مع الكابتن حسين عموتة عشان برضه نعطيه حقه. الكابتن حسين عموتة لما اجى بجيك بعدين الله يخليك معلش بصراحة. عندي احتفالاتنا في الاردن بدي شوي احتفل معاكم. احتفل سيدي خذ راحتك. والاحتفاليه مش في الدوحه من كاميراتنا الخاصه احنا نحتفل في عمان وفي الدوحه. بارك. Let's go.